يا هلا ومرحبا. اليوم راح أسوي معاكم ألذ كيكة تمر. راح نحتاج إلى 100 جرام من السكر العادي و 100 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. ونخفقهم مع بعض زين وما زين، يعني تقريبا ياخذ لنا 4 دقائق. وهذه خليطنا بعد 4 دقائق تقريبا صار عندنا لونه كريمي. نخلي لقاية ما يستوي هاي اللون الابيض. راح نضيف عليه 3 بيضات، بس كل بيضة بالتدريج بالتدريج، واحنا نخفق كل شوي. والحين نضيف البيضة الثانية، يعني يبو دقيقة نخفق كل بيضة مع بعض بالتدريج. البيض لازم يكون درجة حرارة الغرفة. آخر بيضة عندنا، وراح نضيف خليط اللي هو خلاصة الفانيلا. مسامحة، مو خليط، خلاصة الفانيلا. راح أضيف ملعقة شاي، والحين نخفق آخر بيضة. الحين نضيف حق الخليط ربع كوب من الزيت. ونخفقه. والحين بعد دقيقة ما خفقته مع الزيت، راح اضيف منقوع التمر، تقريبا 150 جرام من التمر، اي ما يعادل كوب من التمر. حطيته لمدة نص ساعة في كوب من ماء الحار وهرسته شوية لقاية ما عطاني هاي الشكل. الحين راح نضيفه على الخليط وراح أضيف ربع كوب من دبس التمر. راح أضيف ربع كوب من ماء الزهر، ماء الزهر مو ماء الورد، ماء الزهر. ونخفقهم مع بعض لمدة نص دقيقة. والحين راح أضيف 2 كوب من الطحين. راح أضيف ملعقة شاي من البيكنج بودر. وملعقة شاي من بيكربونات الصوديوم. وربع ملعقة ملح. ربع ملعقة شاي ملح. وراح أضيف آخر مكون عندنا اللي هو الجوز. كسرته، ما تفرمونه، كسروا بهالطريقة 80 جرام. أول شي وزنوه عقب كسروا، يتكسر بسهولة. وراح نخلط المكونات بالخلاط، بس ما تبلقون في خلطة، يعني نص دقيقة بس لين تتجانس جميع المكونات مع الطحين. وهذه خليطنا جهز. تقريبا خذنا نص دقيقة مع الطحين. قلت لكم لا تبالغون،
في خلطة الطحين، لأن الطحين إذا طلع منه الجلوتين راح يعطينا يبوس في الكيكة. وآخر شيء راح أضيف له ملعقة من القرفة اللي هي الدارسين، ملعقة شاي. طبعا القرفة يعني بقول لكم معلومة عنها، اللي حطيتوها في الكيك راح تعزز عندنا طعم الكيك، تعطينا تعزيز حق النكهات كلها. بس مجرد ما تحطونها تحطونها بالسباتشولا وعلى طول ندخلها الفرن. نصبهم في القالب الحين، نصبها في القالب وندخل الفرن على درجة 180 درجة. دهنت قالب اللي هو الكيك بالزيت ورشيت عليه بخاخ البيكنج. الحين راح أضيف كيكنا وراح ندخله الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 45 إلى 50 دقيقة أو حسب فرنكم شلون. نصيحة يا بنات، استخدموا دائما القوالب الفاتحة عشان ما يحترق عندكم الكيك. القوالب القامجة تحرق وتكون سريعة في التفاعل مع حرارة الفرن. على النار راح أكرمل سكر 120 جرام من السكر، أخليه ما أحركه لغاية ما يتكرمل عندنا. حاسبة ولا تحرقوني يا بنات. هذي بدأ يتكرمل عندنا، ما نلمسه على نار كلش هادية علشان ما يحترق عندنا السكر. هذي بعد ما تكرمل عندنا كل السكر أضيف كوب من كريمة الخفق وعلى طول أحرك، على طول تحركون. ما توقفون تحريك. عشان ما يبس الشكر عندكم. أضيف ملعقتين من الزبدة. ملعقتين كبار من الزبدة. بعد ما ضاب كل السكر مع الكريمة راح أحط نص ملعقة من الدارسين، نص ملعقة بس، ملعقة شاي، نص ملعقة شاي، وتخلطونه لغاية ما تتجانس عندكم الدارسين. خلاص وتبندون عليه. وهذه كيكتنا صارت جاهزة لليوم. صبيت عليها الكراميل اللي سويتها معاكم وزينتها بورد محمدي، وعلينا وعليكم بألف عافية.